البيه بيسحب من حسابه كل ليله 8 اوضه في فندق في الغردقه. كل الليله؟ متاكد؟ ايه خير؟ حوار الغردقه ده، ما انت قلتي لسه هتظبطي. ما انا ظبطت خلاص ومسافره معاك الويكند الجاي. مجهود ايه اللي انت هتكمل؟ لا ما انا عرفت انت بعت نصيبك لمين بالظبط. المكان ده لازم يرجع يشتغل زي الاول واحسن. احمد ساب الحسابات تضرب تقلب وعليه ديون كتير قوي في الشغل. هو مش غريبه واحد متبهدل ومديون يروح يشارك عز في مشروع البحر الاحمر؟ مش فلوسك جاهزه على الترابيزه؟ خلاص سيبني بقى انا اظبطها واشوف هنعملها ازاي. انت عارف عز كان مامن على ساره بكام؟ لا معرفش. البي كان مامن على حياه بنته ب 10 مليون دولار. بقى بالذمه في حد يامن على واحده زي ساره بالمبلغ ده؟ طب ما تيجي افسحك شويه. بس انا في النادي برضو؟ لا يا عم انا استلفت عربيه شاديه فقلت اما اخطفك كده ونروح نتغدى مع بعض. عربيه شاديه؟ بقول لك يا محمود ابعد عني احسن لك. ها؟ انا عارف كل حاجه. محمود عارف كل حاجه عننا. حتى الموضوع بتاع مارينا بعتولي على الايميل. بقول لك ايه يا هشام؟ ما عندناش موقع في صبة خرسانة. خلف حسيت عليه التجمع كله يا باشا. عرفت انه بعد الحادثة مشي. عرفت انه رجع بلده مقليوب. مش بس كده سعادتك، ده اشترى حتة أرض وبنى عليها بيت كمان. البواب. هو انت طول النهار بره يا اما قاعده على الكمبيوتر في اوضتك؟ انت يا جميل انت يا عمر لو تعملي لنا اكله حلوه كده، ورق عنب، بطايه حلوه جنبها، صينيه مكرونه بشاميل الواحد ياكلها يقعد اسبوع عليها، كنت لقيتيني راشقه معاكي ليل ونهار. بس هنعمل ايه بقى في امهات اليومين دول؟ شيليها من عليكي وجيبيها عليا. لا بجد مش عارفه اتكلم معاكي ولا اشوفك. هنعمل ايه بس يا سوسو؟ ما انت اللي دخلتي عالم الفيسبوك جديد وتالقتي وبقيتي ادمن لبيت امهات في المنفى وما بقيتيش فاضيه لنا. بتقوحي في ايه؟ انت عايز تفهميني انك بتفكري في كلمه من اللي بقوله لك ولا انا على بالك اصلا؟ عشان تعرفي بس ان ما وريش اي حاجه غيرك، انا بقالي كام يوم بدخل على الانستجرام عشان اشوف لك الفساتين اللي على مود والديزاينرز عاملين ايه. شفت زهير مراد عامل حاجات تجنن، الكسندر ماكوين، شوفي الفستان اللي يعجبك وانا اعمل لك زيه بالظبط. وده الايه بقى؟ هو انت اتجننتي؟ ده انت خطوبتك بعد كام يوم. ايه ده؟ هو انا لازم البس في خطوبتي فستان؟ ما ينفعش جينز وكوتش؟ تصدقي فكري فيها كده؟ والله العظيم فكرة روشة جدا. هي الموضة ايه اصلا غير ان الناس اساسا تطلع حاجات وتركبها على بعض وكل الناس تمشي وراها؟ اعتبريني يا ستي عملت موضة جديدة. مش كل حاجة هزار، انا مش هقولك نفسي افرح بيكي لان انتي مستخسرة فيا الفرح، بس على الاقل فكري في نفسك. سوسو ده انا بموت فيكي وما يهمنيش حد في الدنيا يفرح قد ما انتي تفرحي. حبيبتي انا كمان بحبك قوي، تعالي بقى اوريكي الفساتين. نبي عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري ناجلها شوية عشان مش فاضية. هو انت تعملي شويه اكل تبوظيه مع حبه ملح؟ بقول لك يا سوسو صحيح بتيجي بقى نخلي الفرحه فرحتين والخطبه خطبتين والدبله دبلتين ونخلي البيت كله يزقطط كده يا مول بنت يا قمر. ما تحترمي نفسك بقى وانت مش فاضيه غير اللي بتعمليه ده. خليكي في التحقيقات بتاعت القتل والموت والاغتصاب. طب مفيش كوبايه شاي بدل اللي خلصت؟ الواد احمد شغال بايديه واسنانه من شهر واحد بس كانت المارينا لسه على حالها واديك شايف دلوقتي المحلات ابتدت تفتح. يعني اقدر اقول لك يا باش مهندس اننا هنلحق راس السنه ان شاء الله هنا. افهم من كده انك
لو تمضي معاه عقد الشراكة؟ والله يا لو ليك رأي تاني قولهولي. انت شاكك فيه في حاجة؟ عارف عز، أما الواد أحمد ده جالي عشان هيتجوز دينا، أنا كنت عارف حالته المالية كويس أوي. أنا عارف كمان إنه حمار شغل بس غبي، ما بيعرفش يفكر. الحقيقة دخلت معاه في مشاريع شراكة مرة والتانية والتالتة، لكن كان بيفشل. قلت له معلش يا حبيبي، خليك أنت في مشروع المطاعم البرجلي. ما بقاش عارف يقول لي إيه، وقال لي معلش يا أنكل، أصل المطعم بقى سمعته سيئة قوي من بعد حادثة حسن. الحقيقة عذرته ودخلت معاه في كذا شغل. عارف ليه كنت بساعده؟ لأن دينا كانت متمسكة بيه، وفجأة لقيت الولد جايب مشروع الفرنشايز بتاع أسبانيا ودخله هنا مصر وبدأ يفتح مطعم ورا التاني. الحقيقة أنا استغربت، قلت له يا ابني أنت شاركت حد وبدأ يفكر لك؟ أقسم لي 100 يمين إن كل الشغل ده بدماغه. أنا فرحت، بس بحذر. أنت عارفني يا عز، أحب أفرح ولا واخد بالي. أنت عايز تقول إيه يا عبد السلام؟ أنا عارف إن أنت اللي ورايا يا عز، وأنت اللي ساعدته وعليته. بقول لك يا عز، بلاش نضحك على بعض كتير. أنا عارف إنك هتشرب وهتتفق معاه، خلاص؟ خلينا أنا بقى يا أخي بعيد عن الموضوع ده، لأن أنا لو دخلت في الموضوع وغوطت مش هسكت. ردي بقى يا شيخ. الو، ازيك يا شادي؟ احمد ازيك انت؟ امال دينا فين؟ بتاخد شاور. اقول لها حاجه؟ اسالها كده اذا كانت رايحه الاتيليه بالليل ولا لا. هي رايحه. هتروحي لها؟ رايحه عشان عايزاها عشان موضوع الخطوبه والفستان وكده. الف مبروك على موضوع الخطوبه يا شادي. انا اسف، أنا لسه عارف متأخر. خالد ابن ناس، أنت عارفة أكيد أحسن بكتير من الجربوع اللي كنت مصاحبه. أحمد أنا ما بصاحبش جلابيع. أمال نبيل ده يتقال عليه إيه؟ بلبل بني آدم نظيف، بس اللي حواليه هم اللي بوظوه يا أحمد. قصدك حسن؟ أكيد مش قصدك أنا. دينا خرجت اهي. مين؟ خليكي معايا. دي شادي عايزك. ايه يا شادي، عامله ايه يا حبيبتي؟ دينا انا لازم اقابلك ضروري. بصي انا قلت لاحمد ان انا محتاجاكي عشان موضوع فستان الخطوبه، عشان لو سالك يعني. نوري في اي وقت يا حبيبتي، واختاري اللي انت عايزاه. ماشي؟ تمام. سلام. يلا باي باي. موضوع الخطوبة طلع بجد؟ وعايزاه مش بجد ليه يعني؟ مش فاهم. لا يعني متوقعتش ان شادي هتتجوز كده. مش فاهمة قصدك ايه يعني، بتحبه؟ لا، شادي لو كانت هتتجوز اللي بتحبه كان زمان اتجوزت حسن من زمان. بقولك ايه، الايباد ده معرفتش افتحه، هي الباسورد بتاعته. حاولت افتحه بتاريخ عيد ميلادك وعيد ميلادي وعيد ما بقى انكل وعيد جوازنا، ما ينفعش. ايه؟ مش عايز تقولي الباسورد ولا ايه؟ لا، اصل انا بقالي كتير ما استخدمتوش، حتى جيت افتحه وما عرفتش. الظاهر ان انا لازم اوديه للستور عشان نفتحه. طب هاتي انا بدي. لا انا اللي هوديه. تمام.
اتفضلي. ثانك يو. مش عايزه تروحي لهم المستشفى؟ لا بقى، ما انا سايباهم على راحتهم يعني. زعلت لما شفتيهم مع بعض؟ قشطه يعني، انا كنت عارف ان هو ده اللي هيحصل في الاخر. زي كده في الافلام لما بتستنى القفله تيجي على المز والمزه وهما بيحضنوا بعض. ايوه بس انت المزه. يبقى عمر بقى مش المز. صحيح، ما عرفتش سكه اللبين من حول العربيات ده؟ لسه مش متاكد قوي. طب ما تخلينا نتاكد سوا. في كام واحد كده من اللي بلبل كان بيبيع لهم عربيات السنه اللي فاتت، اعرفهم اسامي بس. طب في حد منهم ممكن يكون كان مظبط معاه حاجه؟ حد منهم كان بيذكر من نبيل زمان. قصدك من عمر؟ لسه برضه مش عايز تروح المستشفى. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي يا جدع. صراحة ما كنتش عايز اجيب لك سيره بقى لغايه من المكان يقف على رجليه. يا ابني ده انا من فرحه اهو برقص. يعني عجبك اللي انا عملته؟ عجبني. بس اقول لك حاجه حسن، بصراحه انت طول عمرك ذوقك حلو، وازاي الكلام في التاني اللي اسمه احمد. الله الله الله، وترابيزه وبتاع. هو انت هتقدم لي ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، انا لسه ما خلصتش المنيو لغايه دلوقتي، فيعني اسمح لي ان انا اللي اختار لك بقى بذوق الحلو اللي عجبك. الله، لا انا كده ابتدي. لا انت بصراحه فاجئتني. بقول لك ايه صراحه، هو انت هتعرف ان شاديه كانت هرشه موضوع حبظلم ده من زمان؟ المفروض اعمل ايه يعني؟ افرح يعني ولا اعمل ايه؟ لا انا بس بقول لك ان شاديه كانت عارفه ان انت بتحبها من زمان. ايوه انا كنت بحبها طول عمري وهي كانت عارفه، ولا عملت اي حاجه. خلاص يعني. مش فاهم انت واخد الموضوع بالسهوله دي ازاي؟ عشان لازم اخده بالسهوله يا حسن. اللي فات فات خلاص، ما ينفعش يرجع تاني. وبعدين هي مع خالد دلوقتي، ربنا يكرمها معاه بقى. الدنيا بتعدي يعني، انت فاهم. بص يا صلاح، انا اعرف خالد ده كويس جدا، وعارف برضو ان هو مش احسن واحد في الدنيا لشادية. انت عارف يا حسن مشكلتك ايه؟ مشكلتك انك فاكر انك تعرف الناس كويس قوي. لا، وبتحط لهم صوره في خيالك وبتصدقها، وبعد كده بتاخد على دماغك. ما بيكفكش كده بس، لا بتسامحهم. ترجع تقول انا اللي غلطان، يمكن غلط عندي انا. بقول لك حاجه، انا كتير قوي زمان ناس جت قالت لي خلي بالك من الواد حسن، الواد ده صايع وبتاع مشاكل. قلت لهم لا، حسن ده صاحبي وابو الرجوله، ده اطيب واحد في الدنيا. خلي بالك انا ما بقولكش الكلام ده عشان اطمنك، بالعكس انا بقول لك كده عشان عايزك تاخد بالك كويس قوي من كل الناس اللي حواليك. انت قصدك يعني حد معايا؟ انت تاخد الصراحه حسن، هي دي الحقيقه. انت عشان ما كنتش عارف تبقى البني ادم اللي هي عايزاه من وجهه نظرك انت، بس انت ما فهمتهاش. هي كانت قابلك زي ما انت كده بعبلك، ما كانش فارق معاها انت مين، على قد ما كان فارق معاها انت ممكن تبقى ايه. وانت اتكلمت معاها ولا حاجه؟ لا انت عارف انا وهي ما كانش في عمر بيننا قوي، عشان كده انا بستغرب. بس بيقول لك الواحد قبل ما بيموت بيبقى يعني بيحس كده بيبقى في عمر بينه وبين ربنا، وهي زي ما يكون قلبها كان حاسس. لما عرفت موضوعك انت ونرمين طبت عليا. اهلا سارة، اتفضلي. سوري جايه لك من غير ميعاد، في حد عندك؟ لا لا خلاص اتفضلي. امال حاسب فين؟ السخنة. ايه ما تعرفش؟ لا عارف، بس اللي انا فاهمه يعني انه كان راجع القاهرة ياخدك وترجعوا مع بعض. لا ما رجعش، مع صاحبته. شادي؟ ايه؟ هي شادية اليومين دول كمان بقت صاحبته؟ شادية طول عمرها صاحبته. وايه موضوع اليومين دول؟ في ايه يا سارة؟ صلاح، انت تعرف واحدة اسمها نرمين لطفي؟ اعرف، دي كانت معانا في النادي وحسك كان يعرفها. طياري يعني؟ يعني ايه طياري؟ بيحبها؟ بيحبها؟ ايه الهبل اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا، دي واحدة كان يعرفها زمان، كان ممكن يبقى هيحصل بينهم حاجة، بس دي غلبانة قوي.
شادة حسن يعني. وبعدين الموضوع ده قبل ما اعرفك بكتير، هو فيها سر في انه بيقابلها من ورايا وبيتكلموا. كلمه ممكن طبعا، هيعوز منها ايه؟ شوف انت بقى. لا الحقيقه انا ما عنديش اي معلومات عن الموضوع ده. امال مين اللي عنده معلومات؟ ده انت وحسن ليل نهار في بق بعض، كل ما اعرف معلومه عن حسن الاقيك ناطط فيها. ده حتى لما عرفت انه جالي البيت ضارب اول مره قال لي انك كنت عارف. اهو الوحيد اللي فاكرني رميل لطفي. طب كويس بقى انك عارفه ان انا اكتر واحد عارف حسن واكتر واحد فاهم دماغه. في اثار مدفوقه، حسن لا يمكن يخونك. لا ممكن. مش عايز تقول لك اي حاجه خالص الا بعد الوقت. ما كانش قصدي ان انا اخونا خالص، عارف، بس هي ملحقتش تعرف. انا ما قتلتش صالح صالح، بس اللي عملته قتلها حسن. موضوع ان المين ده ما اداش عليها بالسهل خالص. وبعدين الكلب اللي اسمه محمود وصفي ده اكيد ليه علاقه بالموضوع، مش بعيد يكون هو اللي قتلها كمان. انت ما شفتش يا ابني شكله عامل ازاي؟ محمود وصفي لو عايز ينتقم مني كان قتلني انا صراحه. وبعدين انت شغال مع عز. هو شغال مع عز ايه؟ هو مين اللي عمل التامين بتاعها؟ عز. انت قصدك ان عز امن على ساره وخلى محمود يقتلها؟ لا لا لا، دي وسعت منك حبتين. لازم تعرف الرابطه اللي بين عز وبين محمود وصفي في موضوع مين. لما تعرف الرابطه دي هتعرف مين اللي قتل مراتك. طب ولو قلت لك بقى ان انا ابتديت اعرف الربط دي؟ طب ما تقول لي يمكن اقدر اساعدك. مشروع البحر الاحمر مارينا، انت سمعت حاجه عن الموضوع ده؟ يعني بحكم ان انت كان ليك شغل هناك، انا عارف ان انت كنت بتركب المكن والنتوركس في الغردقه، فاكيد ليك ودن هنا ولا هنا. سمعت اي حاجه؟ مارينا مش هي المشروع يا حسن. امال ايه؟ مارينا دي بدايه مشروع كبير قوي، مدينه حماك وحبيبك داخل فيها بصدره، شركات وبنوك داخل فيها براس ماله كله تقريبا. انت متاكد من الكلام ده؟ اه متاكد طبعا. متاكد لاني دخلت المنصه بتاعت السوفت وير وخسرتها لانها راحت لشركه من بتوع حماك. أنا مش فاهمة حاجة، أنا مش فاهمة مين عايز يعمل فيا إيه؟ معرفش يا دينا صدقيني، بس عموماً إحنا لازم نبلغ البوليس بالتهديد ده. نبلغه ونقول له إيه؟ إنه في حد بيبعتلك على البلوك بتاعك بيقولك إن أنا هموت؟ مين ده أصلاً؟ معرفش.
حاولت اعرف كذا مره ما عرفتش اوصل لحاجه. كذا مره ليه؟ هو بعت لك قبل كده؟ اه بس مش عليكي، على صلاح. صلاح هو كمان هيموت؟ بيحذرني منه. بيحذرك من ايه يا شادية؟ ما اعرفش، كل اللي انا عارفاه ان انا مش طايقه صلاح من يوميها. وانتي مش شايفه انك افوره في الموضوع حبتين؟ صلاح ايه اللي بيتقلق منه ده؟ بصي عموما يعني احنا مش لازم نسكت، احنا لازم ندور على حد، مش هنستنى لما يحصل لك حاجه. ايه ده؟ ازاي ما خطرتش في بالنا دي؟ مش يمكن يكون الراجل اللي انت شفتيه مع ساره قبل الحادثه عارف ان انت شفتيه؟ مالك؟ لا اصلا انا ما قلتش غير لك انت وحسن عن الموضوع ده. يبقى حسن قال لحسام. حسام الضابط؟ وانتي تعرفيه؟ اه ده كان عندنا في البيت، كان بيدور على احمد. ليه؟ مش عارفه، انا سالته وقال لي عشان حوار نبيل. يبقى حسام شاكك في ان احمد هو اللي كان معاها. ماشي، وبعدين انا متاكده انا مش احمد اللي كان معاها، بس ممكن احمد يكون عارف هو مين. لا ما اعتقدش. ما تعتقديش ليه؟ دينا هو انتي مخبيه عني حاجه؟ مش مخبيه عنك حاجه، بس بصراحه ابتديت اتلخبط من كل اللي بيحصل ده يا شاديه. بصي ما هو لو مش احمد اللي ممكن يكون بيعمل كده يبقى اكيد نبيل هو اللي عايز ياذيكي. ما تطلعيش الحوار ده بقى في دماغي. ماشي، هو الموضوع مش سهل على فكره. انت شايفه ان المسجز دي عاديه؟ مش عاديه، بس معقوله يا شاديه انه في حد عارف عننا كل حاجه، حد مراقب كل خطواتنا؟ معقوله؟ ليه؟ هو انت نسيتي حوار نبيل والكاميرات؟ ماشي، ما احمد عنده نفس العاده وصلاح عنده سكك، وكمان انا بنفسي من زمان براقب احمد. وانتي بقى؟ انا ايه؟ انت متاكده من خالد يا شاديه؟ يعني مش شاكه ولو للحظه ان ممكن يكون ورا حاجه؟ ظهوره فجاه كده في حياتك انت شايفاه عادي؟ معلش يا باشا تعبينك معانا. اه اخر 4-6. ماشي، انا بس كنت عايز اعرف التليفون ده مكانه فين بالظبط. تشكر يا باشا، في انتظارك، مع السلامة. تمام يا باشا. جبته؟ حصل يا باشا. ادخل يا خلف كلم الباشا. تمام. صح، ازيك يا خلف؟ الحمد لله. انت كنت شغال عند الدكتور في الفيلا يا خلف مش كده؟ ايوه بيه، كنت شغال عند الدكتور علي في الفيلا، الله يرحمه بقى هو والمدام والولاد. انا قلت كل حاجه في المحاضره يا بيه. الدكتور علي كان راجل طيب، ما شفتش منه حاجه وحشه. طب ما دام كان راجل طيب ومحدش شاف منه حاجة وحشة، مش مستغربها يعني شوية انه ينتحر؟ والله يا بيه أنا ما دخلتش جوه قلب الدكتور، بس هو كده كان في أيامه الأخيرة قلقان شوية وعصبي، زي ما يكون كده عنده قلق شديد. طب ما سمعتش أي حاجة؟ خناقة، مكالمة تليفون؟ لا يا بيه والله. أنت عارف أنت هنا ليه يا خلف؟ أيوة يا بيه، المخبر بتاع سعادتك قال لي ان الفيلا اتسرقت، بس والله العظيم تلاته انا ما سرقت حاجه يا بيه. انا سافرت على بلدنا طوال. طب هو اولا السرقه حصلت ليله الحادثه مش بعدها. ثانيا بقى انت ما رحتش على بلدكم على طول، انت رحت اشتغلت في التجمع الاول. يا بيه دي فيلا كانت لسه بتتبني جديد وما استحملتش، قعدت يومين وخدت بعض ومشيت. بس قسما بالله يا بيه انا ما اعرف حاجه عن السرقه اللي انت بتقول عنها دي يا بيه. طب تعالى يا خلف، تعالى تعالى اقعد عشان ناخد الموضوع ده كده واحدة واحدة، يعني شكل القعدة هتطول. اقعد.
احكي بقى. هو مستر عز مش هنا ولا ايه؟ اهلا وسهلا استاذ احمد. اتفضل اقعد. اتفضل. تشرب حاجه؟ لا شكرا يا سياده المستشار. نسخه العقد بتاعتك. ايه ده؟ استاذ عز لحق مضى عليهم كلهم؟ هو مضى على النسخه بس احنا محتاجين حضرتك تمضي عليها لان العقود اتغيرت. نسخه جديده؟ ليه؟ انتوا غيرتوا حاجه في بنود العقد ولا ايه؟ اه في بنود اتغيرت بتقول ان انت ما تفتحش بقك. مفتحش بقي؟ مفتحش بقي على ايه؟ ايوه استاذ احمد، لو اتكلمت اي كلمه وحصل اي حاجه منك في شرط جزائي. كام بقى الشرط؟ المواضيع دي ما تتقدرش بفلوس، دي ليها حساب تاني. ايه ده؟ هو في عقد كده في الدنيا؟ عقد على حياتي؟ فين مستر عايز اتكلم معاه؟ ده عقد الشراكه اللي بينك وبين معالي الوزير. بيقول ان في شركه سياحه ما بينكم انتوا الاثنين تخليك تشتغل معاه في البحر الاحمر. وليه اللفه دي كلها؟ عشان حماك رفضت الشراكه المتحده اللي بينك وبين معالي الوزير. طب كان لازمتها ايه الدخله دي يا سياده المستشار؟ عقد على حياتي واللعب بالاعصاب ده كله. الكلام ده بجد يا استاذ احمد وما ينفعش يتكتب في العقد. في اي حاجه تمنعك انك تقفل بقك؟ اتفضل امضي. يا خلف مين اللي قتل الدكتور بالمسدس بتاعه؟ والله يا باشا ما اعرف، انا سمعت صوت الرصاص، دخلت على الفيلا اجري لقيت الدكتور علي مغمى على الارض هو والمدام والولاد. يعني ما سمعتش صوت حد داخل او خارج من الفيلا؟ يا بيه احدم عيني والله ما شفت حاجه. طب اسمع بقى يا خلف، ابن اخو الدكتور علي عرف بموضوع السرقه واول حاجه عملها راح قدم بلاغ والقضيه اتفتحت من اول وجديد، وانت اول اسم عندي في المحضر ده، ولانك كداب فاشل ما عرفتش تدلع على روحك ورحت اشتريت ارض ب 400,000 جنيه. ما انت مطمن بقى، ما هو الدكتور علي انتحر، لكن لاجل حظك الاسود الدكتور علي ما انتحرش ولا حاجه، واول حاجه هتيجي في بال النيابه هو خلف جاب الفلوس دي منين. اسمع يا خلف، انا عارف انك راجل غلبان وانا عارف انك لا قتلت ولا سرقت، بس انا متاكد انك مخبي عليا حاجه. يا بيه يا بيه ابو سيدك يا بيه ارحمني في داهيه انا والعيال وامهم. افهم يا غبي، انت معايا مش هتروح في داهيه، وانا اقدر احميك من اي حد يهوب ناحيتك، لكن لو ما نطقتش هوديك انا في 60,000 داهيه. قبل الحادثه بليلتين في واحد جه يزور الدكتور في الفيلا، والدكتور اداله شويه ورق ومشي. والراجل ده شفته قبل كده؟ لا يا بيه، كانت اول مره اشوفه. اقعد كمل. بعدها بيوم على النهار كده يا باشا جالي تليفون من البلد وقالوا لي ان في واحد قريبنا تعبان قوي وكان لازم انزل اشوفه. خدت عياله ومرات وزرنا اليوب، لقيت قريبنا ده زي القرد ما فيهوش اي حاجه، قلبي اتوغش. رجعت على مصر لوحدي وسبت العيال وامهم في البلد. كانت حوالي الساعة واحدة بعد نص ليل كده يا باشا.